صباح الخير عم نور. صباح الجن والعفاريت، مالكن؟ يعني انتوا عارفين انه لسه نايم، مالكن؟ علشان كده ما رد على التليفون. شايرد على الجن ومعفاريت. يا حبيبي انتوا سايبين الساعه 5 الفجر، يعني لحق يوحشكن؟ يوحشني ايش يا عم نور؟ احنا جالسين نظبط له حفله عيد ميلاده. عيد ميلاده ماشي، شاودي هذا المطبخ وشا صحي. لا 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 لا، سيب هذا وروح جيبه انت. والله ما سيبه، شافطر بي انا. يا اخي تتوقع يسلفني سيارته؟ يا ابني هذا مهند بن فهد القويصي، انت ناسي هو قديش كفو؟ اي والله يا اخي، يا حظ في ابوه، اصلا اللي ابوه فهد القويصي عمره كان يحتاج شيء. يا ابني انت عارف بس عشان وحيد امه وابوه فبيضلعوه، بس احنا يخرب بيت حظنا. بس يا اخي يا اخي لا تذكرني ببخل ابويا، تخيل قاعد اطلب يجيب لي لامبورجيني، مو لازم موديل السنه هذه، عادي موديل السنه الجايه. بس كذا؟ احنا جالسين نتحايل على ابوي انه هو يودينا هواي، استرخص ودانا المالديف. يا رجال لا، اجل ابوي ارحم من ابوك. طب بس قفل على السياره، شوف مهند جاي.